من أجل الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين وفي إطار جهود محافظة أسوان لمواجهة المنشآت العشوائية التي تقدم أطعمة ومشروبات غير صحية، وخلال حملة مكبرة شارك فيها مسؤول الأجهزة التنفيذية لمحافظة أسوان، شدد المحافظ على أهمية الرقابة التموينية بشكل مستمر لتأكد من سلامة المعروضات من المنتجات والسلع الاستهلاكية والتزام أصحاب الأنشطة المختلفة بالأسعار المقررة والإعلان عنها بشكل واضح للتخفيف عن كاهل المواطنين.